شايف هنا عشان بس ادخل كمان في يعني ايه اللي ممكن نستفيده من ده؟ شايف انه قضايا صدراء الاديان ستظل مقصلة تقصف رؤوس كل من يفكر، مع انه البعض يتعامل معها على انها هي التي تحمي الاسلام من التطاول عليه ومن اهانته. شايف انه هذه القضايا يجب ان تتوقف؟ والله الافضل ان يعني ماده ازدراء الاديان تبقى اكثر تحديدا في مصطلح ما هو ازدراء وما ليس ازدراء. يعني مش كل عمليه محاوله فكريه تتم هتقابل على انها ازدراء. ولو اطلقنا احنا لو على فكره حاسبنا بالماده دي كل الناس، يعني مفيش حد، نص الشعب مش هيبات في البيت. ليه بقى؟ انا هقول لك على حاجه ظريفه جدا. اول ما دخلت السجن فاتنين مساجين، واحد منهم بيسالني هو استاذ حضرتك جاي في ايه؟ طبعا جاي السجون في ايه؟ جاي في ايه؟ قضيه ايه يعني؟ حشيش ولا قتل يا بيه يعني ولا في جرائم نفس، في اموال عامه، في مخدرات. طب ايه هقول لهم ايه؟ لو قلت لهم ازدراء اديان عشان اشرح، فقلت له ازدراء اديان. فالراجل بص لي قال لي يعني ايه؟ فبص للي جنبه قال له يعني بيسب الدين. فلو هو القصة باللي ازدراء الأديان هو اللي بيسب الدين، ده كل 3 دقايق واحد ماشي في الشارع بيتخانق مع اللي جنبه بيسب له الدين. لكن يعني أنا مش عارف أقول اللي جوايا بخصوص المادة دي. الله سبحانه وتعالى هو القادر إنه يخرجنا من هذا الأمر. يعني إنه ليه؟ وما هو ازدراء وما ليس ازدراء؟ هي كل محاولة للتفكير تسمى ازدراء، يبقى محدش هيجدد، محدش هيفكر. بس انت يعني حتى جوه السجن من خلال المناقشات مع بعض كانوا بيكفروك برضو، يعني خارج السجن يكفروك؟ لا ولا في لا، الناس السجن؟ العاديين لا، المساجين العاديين في الجنائي ده ما يعني ملوش علاقة، يعني لا، ده حتى هو مش فاهم يعني ايه ازدراء. الخصوم الفكريين اللي من قبل السجن بيكفروني، هم لما قابلتهم في السجن جوه هم برضو بيكفروني. هم وجهة نظر لن تتغير وشايفينك مهما فعلت لانهم مش منطلقين على ارضيتك. لكن لما تبسط المساله للناس انت كنت عايز تقول ايه؟ الناس اصحاب الفطر السليمه كانوا بيستجيبوا للي بيتقال. انا مش عايز، طيب خلينا عشان نبقى بنشوف الماده دي كمان، لانه كمان في مجلس النواب كان الاعضاء طلبوا كمان